قامت اليوم مديرية البيئة لولاية عين تيمشات بعملية تطهير وتعقيم دار الأشخاص المسنين مع توزيع كمامات، وهذا كله كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا في الوسط المؤسساتي، وكذلك ضمانا وحفاظا على سلامة أبائنا وأمهاتنا في المركز المسن. تم اختيار ولاية عين تيمشات كولاية نموذجية لانطلاق هذه العملية على مستوى التراب الوطني.